يا صباح الخيرات واهلا بحضرتك. صباح الفل يا كريم، اخبارك ايه؟ كله كله تمام؟ تمام الحمد لله. مرضي بالفتره الاخيره النادي الاهلي؟ جدا اظن يعني جدا ايه مصدر الحمد سعاده لله. كالعاده. لا الحمد لله الحمد شفت لله. ماتش امبارح ازاي بقى ورؤيتك للاداء؟ اكيد يعني البدايه كانت هايله، يعني بدايه انك تتقدم 2-0 في اول 12 دقيقه حاجه هايله جدا. ده كان بقى سلاح ذو حدين، الفرقه هديت شويه وطبعا معذورين لان انت بتتكلم انت دايس بنزين بقالك طب 9 شهور صحيح دلوقتي. صحيح، اه والله فعلا. فطبعا اكيد بتلعب كل 48 ساعه، ما فيش اي فرصه لاي حاجه. حتى مستر كولر نفسه كان بيقول ان انا مش عارف حتى اصلح الاخطاء لان ما فيش وقت، وقال ان هو يعني ممكن يكون التراخي ده ما كانش مقبول، بس انا مش قادر الوم اللعيبه لان اللعيبه فعلا خلاص يعني جابت طبعا اخرها يعني. لكن كان واضح حتى بعد الماتش الارتياح اللي على اللعيبه، وشفت الاحتفالات اللي موجوده طبعا رغم ان ده ما حصلش يمكن في اي ماتش في الدوري، رغم ان الدوري لسه ما اتحسمش رسميا، لكن اللعيبه حاسه انها مرتاحه، حاسه ان هم ادوا المهمه. فكره انك بتلعب ماتشين ورا بعض في اسكندريه، فرق يومين مع طبعا فرقتين طبعا زي الاسماعيلي والاتحاد، ماتشين مهمين وماتشين جماهيريين، فاكيد انك بدات الماتش كويس ده ريحك في بقيه المباراه. كان ممكن النتيجه تبقى احسن من كده، لكن المطلوب حصل، المهم حصل، انك طبعا السفريه اسكندريه دي رجعت منها بال6 نقط، خلاص فاضل نقطتين على الدوري ان شاء الله، يعني في 5 ماتشات باذن الله الامور في المتناول. يعني اعتقد موسم عظيم يعني، فان شاء الله يكمل بنتيجه او بالحاجه اللي احنا مستنينها يعني ان ان شاء شاء الله. الله. طب فكره الدفع فخري وقندوسي في خط الوسط مع ديانج، شفت المبدأ ده نفسه شفته ازاي ورأيك في ادائهم ايه؟ زي ما كنت بقول حكايه، هو مفيش للاسف احنا يعني فكره انك بتلعب كل 48 ساعه دي لازم الفرقه كلها تبقى جاهزه، ودي الحاجه فعلا اللي مارسيل كولر نجح فيها بشكل كبير جدا. طبعا الروتيشن دي روتيشن بشكل هايل، وروتيشن انت ما بتحسش بيه يعني. احنا لو فاكر من فتره كده كان دايما لما بيطلع التشكيل الناس تقول لك لا يعني ليه فلان، ليه طبعا مش فلان، ليه كده. طبعا دلوقتي خلاص اي 11 موجودين ناس واثقه فيهم. صحيح صحيح فاخر يمكن كان عليه انتقادات كتير فتره طويله، لكن امبارح انا شايفه من احسن لعيبه المباراه، قدم مباراه ممتازه في مكانه. فكره انك بتلعب دلوقتي الثلاثه، خلاص هو مستر كولر استقر على 4-3-3، الثلاثه اللي في النص ايا كان هم مين بيلعبوا الثلاث ادوار، يعني اللي هم لو بنسميهم كده بالمراكز الكره 6 8 10، الثلاثه بيلعبوا 6 8 10 يعني. ديانج ممكن يلعب هنا، ممكن يلعب هنا، امبارح فخري لعب شويه طب في الارتكاز السته، شويه لعب قدام، القندوسي نفس الحكايه. فلا الفكره ان المجموعه كلها طبعا الاضطرار في ان مروان عطيه ما بيلعب على طول بدون راحه، فكان محتاج انه يرتاح شويه، زائد انه كان عنده انذارين فكان برضو الخوف عليه طب شويه. طب رحيل حمدي فتحي طبعا اصابه السوليه، ففكره ان برضو فخري يكون له دور، وهو زي ما بقول لك امبارح كان من احسن لعيبه المباراه فعلا، ودي مش يعني الولد اتعرض لانتقادات كتير جدا، لكن هو امبارح ادى اللي عليه وزياده. القندوسي الناس لسه مستنيه منه اكتر، لكن هو تدريجيا بيخش في التشكيله وبيخش في الفرقه. فكره انك تيجي في يناير برضو من دوري تاني خالص واول تجربه احترافيه ليك، ده بياخد شويه وقت على ما يبتدي طبعا ياخد على الفرقه، طبيعي جدا. لكن هو امكانياته ما فيش عليها خلاف يعني طبعا، يعني هو محتاج بس انه يندمج مع الفرقه شويه، اعتقد تدريجيا بياخد وقت احسن. اعتقد لا الاثنين كانوا كويسين جدا امبارح، حتى يعني الناس بدل لما كانت بتقول فخري بيلعب ليه لما جاي يخرج، لما جاي التغيير، لا طب انت اي مخرج فخري طب ليه؟ فلا صحيح يعني، وده اعتقد دي اكبر شهاده ان هو امبارح قدم مباراه كويسه جدا.